بيبدأ الفيلم ببنت جميلة اسمها سندريلا وهي بتتولد، وبتكون نظرة سندريلا للعالم والأشياء اللي حواليها مختلفة عن نظرة الناس العاديين، وده لأنها بتشوف العالم بطريقة مختلفة. ومع أنها مش بتكون أميرة، لكنها بتكون عايشة في مملكتها الخاصة، والمملكة دي بتكون موجودة في الغابة، وبتكون سندريلا بتلعب مع الأوز غوص وباقي الحيوانات، وبتجيلها أمها وبتسألها إذا كانت لسه معتقدة بأن الحيوانات هيفهموها، وبتقول لها ان هي لازم تكون مديالهم اسماء علشان يفهموها. وبعدها بيرجع ابو سندريلا من السفر، وبتكون سندريلا مفتقده بشده، وبيسلم عليها وبيديها الصندوق ده وبيطلب منها ان هي تفتحه. فسندريلا بتفتح الصندوق وبتلاقي فيه فراشه من الورق، وبتقول لابوها ان الهديه جميله جدا، وبيقول لها ان الفراشه دي اسمها فراشه البابيون. فسندريلا بتكون فرحانه جدا، وابوها بيطلب منها ترقص معاه، وبيفضل يرقصوا وهما بيغنوا. وبيجي الليل وام سندريلا وابوها بيغنوا لها اغنيتها المفضله قبل النوم. واثناء ما هم خارجين من الاوضه بتاع ام سندريلا على الارض، فبيجي الدكتور وبيكشف عليها، وبعدها بيقول لابو سندريلا ان حالتها متدهوره وهي دلوقتي على وشك ان هي تموت. فسندريلا بتدخل وامها بتطلب منها توعدها ان هي هتبقى شجاعه وقلبها طيب، فبتتاثر سندريلا وبتوعدها ان هي هتعمل كده، فامها بتقول لها ان هي هتموت قريب. فبتعيط سندريلا وابوها طول الليل من حزنهم على الام، وبتموت امها. وبعد فتره بتكبر سندريلا وبتتخطى مرحله فقدانها لامها، لكنها بتكون لسه على الوعد اللي وعدته ليها، والوعد هو انها تكون شجاعه وقلبها طيب دايما. وفي يوم بيسالها ابوها اذا كانت فاكره صديقه فرانسيس اللي تعرف عليه من فتره اثناء رحلاته، فبتقول له ان هي فاكراه، فبيقول لها ان فرانسيس مات وارملته ست محترمه. فسندريلا بتفهم ان ابوها بيلمح ان هو عاوز يتجوزها، فبتوافق بما ان ده هيكون سبب سعادته. وتاني يوم بتوصل زوجه ابوها لادي وبناتها الاثنين انستازيا ودريزيلا، وانستازيا ودريزيلا بيتريقوا على سندريلا بس هي مش بتتضايق منهم. فبيدخلوا اتفرجوا على البيت، ومس لادي بتقول لجوزها اللي هو ابو سندريلا ان بنته جميله، فبيقول لها ان هي واخده كتير من شكل امها. وبتعدي الايام وبتكون مس لادي عامله حفله في البيت وعازمه فيها كل اصدقائها، فبتدخل سندريلا لابوها وبتقول له ان فايته كتير في الحفله، فبيقول لها ان هي حفله عاديه زي اي حفله، وبيقول لها ان هو هيسافر تاني يوم. فسندريلا بتقول له ان هو لسه راجع من السفر وملحقش يقعد معاها، فبيقول لها ان السفر مش بايده، وبيقول لها تطلب اي حاجه يجيبها لها وهو راجع زي انستازيا ودريزيلا. فبتقول له ان هي عايزه اول غصن يحف فيه اثناء سفره، فبيقول لها ان طلبها ده غريب، لكنه بيوعدها ان هو هيعمل كده. ومس لادي بتكون معديه بالصدفه فبتسمعهم وهما بيتكلموا، فسندريلا بتقول لابوها ان هي مفتقده امها جدا، فبيقول لها ان روح امها دايما معاهم في البيت وعلشان كده لازم يحافظوا عليه. وتاني يوم سندريلا بتودع ابوها وهو مسافر، وبتدخل البيت ومس لادي بتاخدها في حضنها وبتقول لها ما تزعلش. وانستازيا ودريزيلا بيتخانقوا، ومس لادي بتقول لسندريلا انهم بيتخانقوا علشان مش متعودين انهم يناموا في اوضه واحده. فسندريلا بتقترح عليها انهم ممكن ياخدوا اوضتها وهي تنام في اي مكان تاني، فمس لادي بتشكرها وبتقترح عليها ان هي تنام فوق وتاخد معاها الحاجه دي علشان تسليها. فسندريلا بتطلع فعلا وبتجهز السرير علشان تنام، ولما بتشيل البطانيه بتلاقي تحتيها مجموعه فيران، وبيكون اسمهم جاكلين وتيدي وماتيلدا وغاس، وبيكونوا دول اصدقاء سندريلا، وبتكون بتتكلم معاهم عادي، وانستازيا ودريزيلا بيسمعوها من تحت، وبيكونوا فاكرينها انها بتتكلم مع نفسها، وبيفضلوا يتريقوا عليها. وتاني يوم بتكون سندريلا بتشتغل، ومس لادي بتكون قاصده توقع الطبق بقصد علشان سندريلا تشيله، فسندريلا بتشيل الطبق بحسن نيه ومش بتكون عارفه ان هي قاصده. وسندريلا بتكون دايما مبسوطه لما بتقرا الرسائل اللي بعتها ليها ابوها، لحد ما في يوم بيجي المزارع جول للبيت وبيقول لسندريلا ان ابوها مات وساب لها الغصن ده. فسندريلا بتعيط وبتكون منهارة بسبب موت ابوها، اما مس لادي وبناتها بيكونوا عاملين نفسهم زعلانين. وبعد موت ابو سندريلا مس لادي وبناتها بقوا بيعاملوا سندريلا على ان هي الخدامة، وسندريلا بتاكل هي واصدقائها الفئران من الاكل اللي بيتبقى من مس لادي وبناتها، وبتنام سندريلا جنب النار علشان الجو بيكون برد فوق. وتاني يوم بتصحى سندريلا وبتجهز الفطار وبتحط طبق ليها على السفرة، ومس لادي بتسألها عن الطبق فبتقول لها ان هو بتاعها، فردت عليها وقالت لها ان هي ما ينفعش تاكل معاهم وان هي المفروض تاكل بعد ما تخلص كل شغلها. وبيستهزأوا بيها وعلى وشها اللي بيكون اسود من الفحم، وده بسبب نومها جنب الدفاية. فسندريلا بتروح له الاوضه وبتفضل تبص لنفسها وهي زعلانه، وبتبقى متضايقه من معامله مس لادي وبناتها الاثنين ليها. وبعد شويه بتطلع تركب حصانها وبتجري في الغابه، وفي الوقت ده بيكون في ايل خايف فبتقول له سندريلا يهرب علشان محدش من الغابه يصطاده، وفعلا الايل ده بيهرب وسندريلا بتجري في الغابه بحصانها. وفي الوقت ده بيشوفها الامير كيت وبيكون راكب على حصانه، فبيوقفها وبيسالها ان كانت بخير، فبتقول له ان هي بخير، فبينصحها وبيقول لها ان هي ما ينفعش تدخل لاعماق
الغابة لوحدها، فبتقوله ان هي مش لوحدها علشان هو معاها، وبتسأله عن اسمه، فبيقولها ان اسمه كيتو بيعيش في القصر، وبيسألها عن اسمها، فبتقوله انه مش مهم اسمها، وبتسأله عن معاملتهم ليه في القصر، ومش بتكون عارفة ان هو الامير، فبيقولها انهم بيعملوا كويس، فبيسألها هو عن معاملة اهلها ليها، فبتسكت شوية وبتقوله انهم بيعاملوها وحش جدا، فكيت بيتأسف ليها على الوجع اللي سببه ليها بسبب سؤاله، فبتقوله ان ده مش ذنبه، وان اكيد في ناس حالهم اسوأ من حالها كتير، وفي الوقت ده بينادى عليه الحراس، فبتطلب منه سندريلا ما يأذيش الايل، فبيوعدها ان هو مش هيأذيه ومش هيصطاده، وبيقول لها ان هو بيتمنى انهم يتقابلوا تاني، فسندريلا بتقوله ان هي كمان بتتمنى ده، وبعدها بيسيبها كده وبيمشي، وبيروح للمملكة وبيفضل يحكي لابوه عن البنت اللي شافها وعجبته، فبيقول له ابوه ان جه الوقت اللي هو لازم يتجوز فيه، علشان كده هيعمل حفلة ويدعو فيها النساء اللي في المدينة كلهم، وفي الوقت ده سندريلا بتكون ماشية في السوق والحارس بينادي بصوت عالي، وبيدعو كل النساء المدينة لحضور الحفلة اللي عاملها الأمير علشان يختار واحدة منهم كزوجة ليه، فسندريلا هنا وشها بيفرح وبعدها بترجع للبيت، ومسلادي بتطلب منها تروح للخياط وتخليه يعمل 3 فساتين فرنسية علشان هم هيحضروا حفلة الأمير، فسندريلا بتكون مبسوطة إن مسلادي عملت حسابها في فستان وبتشكرها على اهتمامها، ولكنها بتفاجئها وبتقول لها إن الفستان الزيادة ده يبقى ليها هي، وبتقول لها إن هي خدامة ومتستحقش تيجي الحفلة أصلا، وأنستازيا ودريزيلا بيفضلوا يتريقوا عليها، وسندريلا بتكون حزينة ولكنها بتخبي حزنها ده في قلبها، وبتروح في الوقت ده للمملكة وبيكون الأمير في تدريب للمبارزة، وبعد ما بيخلص بيتكلم مع النقيب وبيحكي له عن البنت الجميلة اللي شافها في الغابة، فالنقيب ده بيقول له ان هي ممكن تحضر الحفلة، فالأمير بيسأله على اللي هيعمله لو حضرت الحفلة فعلا، فبيقول له النقيب ان هو الأمير ومن حقه يختار العروسة اللي تعجبه، فبيقول له ان ابوه والدوق الاكبر مش هيسمحوا ليه ان هو يتجوز غير أميرة، فبيقول له النقيب انهم ممكن يغيروا رأيهم لو لقوها جميلة وطيبة زي ما هو بيقول، وبيجي يوم الحفلة وأنستازيا ودريزيلا بيفضلوا يتريقوا على سندريلا كالعادة، ولكنها بتروح وبتبدأ تصنع فستانها بنفسها، وأصدقائها الفئران بيكونوا بيساعدوها، وبيجي الليل ومسلادي وبناتها بيكونوا خارجين علشان يروحوا الحفلة، فبتنزل لهم سندريلا وبتقول لمسلادي إن هي هتروح الحفلة بالفستان بتاع والدتها واللي هي عدلته بنفسها، فبتقول لها إن هي ما ينفعش تيجي الحفلة معاهم لأن ده هيكون في إهانة للشخصيات الكبيرة، وبتقول لها إن ذوق أمها مريب جدا، وبتقطع فستانها هي وبناتها الاتنين، وبتأكد عليها ما تروحش الحفلة وبتمشي هي وبناتها، فسندريلا بتطلع وبتفضل تعيط وبتتأسف لأمها لأن هي ما عرفتش تبقى شجاعة زي ما وعدتها، ولكن فجأة بتظهر لها الست العجوزة دي وبتطلب منها تساعدها وتجيب لها أي حاجة تاكلها، فسندريلا بتروح تجيب لها أكل والست العجوزة بتسألها عن سبب حزنها، فبتقول لها إن ده مش مهم وبتجيب لها لبن تشربه، فبتشرب الست وبتقول لها إن كوباية اللبن دي ملهاش لازمة، ولكن طيبة قلبها هي اللي مدياله أهمية، فسندريلا بتستغرب من كلام الست العجوزة دي اللي بيشبه لكلام أمها، فالعجوزة بتناديها باسمها وبتقول لها إن مفيش وقت وإن هي لازم تستعد بسرعة للحفلة، فسندريلا بتستغرب وبتسألها هي مين، فبتقول لها إن هي العرافة الحرية، فبتقول لها ان العرافات مش موجودين غير في الخيال، فبتقول لها العجوز ان امها كانت بتؤمن دايما بيهم، وبتقول لها ان مفيش وقت للكلام ده، وبترمي العصاية بتاعتها في السماء فبتتحول من عجوزة لشابة، فسندريلا بتكون منبهرة باللي بتشوفه، والعرافة بتقول لها ان هي عايزة فاكهة علشان تحولها لعربية، فسندريلا بتقول لها ان مفيش عندهم غير يقطين، فالعرافة بتقول لها ان ده المطلوب، وبيروحوا لغرفة اليقطين والعرافة بتحول اليقطين لعربية، وكمان بتحول الفئران اصحابها لأحصنة، وبتحول السحليات لمرافقين ليها في العربية، والأوز غز بتحوله لسائق الأحصنة، فسندريلا بتقول لها ان هي مش هينفع تروح الحفلة بالفستان ده، فالعرفة بتقول لها ان هي هتغيره 180 درجة، وبتحوله لفستان حلو جدا ولونه أزرق، وبتكون سندريلا راح تركب العربية، فالعرفة بتلاحظ الحذاء اللي في رجليها، وبتحوله لحذاء زجاجي لكنه بيكون مريح، فسندريلا بتقول لها ان هي خايفة من مرات أبوها وبناتها، فبتقول لها العرفة ان هي هتحاول بقدر الإمكان ان هي بعيدهم عنها، وبتقول لها العرافة قبل ما تمشي ان التعويذة هتخلص بمجرد ما تيجي الساعة 12، فسندريلا بتقول لها ان الوقت هيكون كافي وبتسلم على العرافة وبتمشي، وبنروح للقصر وهناك بتوصل مسلادي وبناتها، وبتبدأ الحفلة وبتبدأ كل واحدة من بنات المدينة تقدم نفسها للأمير، ومسلادي بتتقدم هي وبناتها بكل فخر، لكن الأمير مش بيهتم بيهم، وبتوصل سندريلا للقصر وبتدخل جوا الشرفة المطلة على كل الناس اللي في الحفلة بما فيه
بيهم الأمير، فالأمير بيفرح جدا لما بيشوفها وبيسيب الأميرة اللي كان بيكلمها وبيروح يسلم على سندريلا وبيطلب منها ترقص معاه أول رقصة في الحفلة، وفعلا بيرقصوا سوا وكل الناس بتكون بص عليهم، ومسلادي وبناتها بيكونوا متضايقين جدا ومتغاظين منها بس مش بيكونوا عارفين إن هي سندريلا، ولكن لادي بتقول لبناتها ينزلوا يرقصوا علشان ينتبه ليهم الأمير، ولكن الأمير مش بيكون مركز غير مع سندريلا وبس، وبيخلصوا رقصه والأمير بياخد سندريلا وبيطلع لأوضته، فسندريلا بتقوله إن هو كان الأمير طول الوقت وما قالهاش، فبيقول لها إن هو كان عايز يقول لها ولكن خايف إن هي تغير معاملتها معاه، وبياخدها وبيروح للمكان ده وبيقول لها إن هو ما خدش حد للمكان ده غيرها، وبيكون الملك والحراس بيدوروا عليه في الوقت ده، وبيدوروا على اسم سندريلا في دفتر الحاضرين لكنهم مش بيلاقوه، وبنرجع للأمير كيتو سندريلا، وسندريلا بيقع منها الحذاء بتاعها فبيلاحظ الأمير إن هو من الإزاز، وبيسألها عنه، فبتقول إن هو حذاء عادي، فبيستأذنها إن هو يلبسهولها، فبيلبسهولها وبيفضل يحكي لها عن أبوه اللي عايز يجوزه أميرة، وفجأة هنا بيدق جرس منتصف الليل، فسندريلا بتفتكر كلام العرافة، وبتسيب الأمير وبتمشي، وقبل ما تمشي بتقول إن هي قضت وقت جميل معاه، وبتشكره على حسن معاملته ليها، وبتفضل تجري لحد ما بتخبط في الملك بالغلط، وبتقوله ان ابنه انسان طيب وشجاع وبيحبه جدا، وبتنزل سلالم القلعة والامير بيجري وراها، وبيقع منها الحذاء بتاعها فبتسيبه وبتركب العربية وبتمشي، فالامير بيطلب حصانه علشان يلحقها، لكن ابو الملك بيرفض، وبيقوله هيروح هو والحراس يلحقوها، والملك والحراس بيطردوا سندريلا لكن السحال اللي معها بيقفلوا باب القصر عليهم، وبيدق اخر جرس لمنتصف الليل، وبتبدا كل حاجه ترجع لطبيعتها، والاحصنه بترجع لفئران والمرافقين بيرجعوا لسحالي، ومستر غوز بيرجع اوز تاني، وحتى فستان سندريلا بيرجع لطبيعته، فسندريلا بتكمل الطريق ماشي هي ومستر غوز، وبتحط الفئران في الحذاء الزجاجي، وبترجع البيت وبتخبي فرده الحذاء الزجاجي اللي معاها قبل ما تيجي مسلادي وبناتها، ولما بيوصلوا البيت بيفضلوا يتكلموا عن البيت اللي سحرت الأمير بجمالها، وبيقولوا عليها إن هي كانت متكبرة وواقحة، وعلشان كده الحراس طردوها، فسندريلا مش بتهتم بكلامهم، وبتروح تكتب كل حاجة حصلت في الليلة دي مع الأمير، وبنرجع للقصر تاني وبيكون الملك على وشك الموت، وبيطلب من كيتي يوعده إن هو يختار البنت اللي قلبه حبها، فبيوعده كيتي إن هو هيعمل كده، وفي الليلة دي للأسف بيموت الملك، وبعد فترة بيصدر بيان إن الملك الجديد كيت بيعلن حبه للبنت صاحبة الحذاء الزجاجي، وبيطلب منها إن هي تيجي القصر علشان يتجوزها، وسندريلا بتسمع الكلام ده وبتكون مبسوطة جدا، فبتروح للبيت وبتطلع فوق وبتدور على الحذاء لكنها مش بتلاقيه، ومسلادي في الوقت ده بتكون فوق ومعاها الحذاء الزجاجي، وسندريلا بتعرف ان مسلادي خلاص عرفت ان هي البنت اللي كانت في الحفلة، وبتقول لها ان هي هتخليها تتجوز الامير مقابل ان هي تتجوز هي وبناتها من ناس اغنية، فسندريلا هنا بترفض، وبتقول لها ان هي هتعمل اللي تقدر عليه علشان تحمي المملكة والملك منها، فبتتضايق مسلادي وبتكسر الحذاء الزجاجي، وبتحبس سندريلا في الغرفة، وبتروح مسلادي المملكة للدوك وبتوري له الحذاء الزجاجي المكسور، وبتقول له ان الحذاء ده لخادمة عندها في البيت، فبيتفق معاها الدوك هنا ان هو يخلي ليها منصب هي وبناتها مقابل ان هو يقول للملك ان هي اختفت من المدينة، وما يخليش الملك يوصل للبنت دي، وفعلا بيقول للملك ان هي اختفت، لكن الملك بيطلب من الحراس انهم يقيسوا الحذاء الزجاجي ده على كل البنات اللي في المدينة، واللي هيطلع الحذاء مقاسها هتكون هي زوجة الملك، فالحراس بيدخلوا كل بيت وبيقيسوا الحذاء ده على كل البنات، لكنه ما بيطلعش على مقاس اي حد، وبيوصل الحراس لبيت مسلادي، وبتكون سندريلا مش عارفة انهم تحت في البيت، وبنات مسلادي بيقيسوا الحذاء لكنه مش بيطلع مقاسهم، فسندريلا بتفتح الشباك وبتفضل تغني، والحراس بيكونوا خارجين لكنهم بيسمعوا صوت سندريلا، والظابط الشخص للملك بيسألها اذا كان عندها بنت تانية في البيت، ولكن مسلادي بتنفي الكلام لكنه بيكون شاكك ان في بنت تانية، وفجأة بيظهر هنا الملك كيت اللي بيكون متنكر في زي الحراس، وبيأمرهم انهم يفتشوا البيت ويدوروا على البنت اللي بتغني، وفعلا الظابط بيطلع ومعاه مسلادي، فبتفتح الباب والظابط بيشوف سندريلا، ولكن مسلادي بتقوله ان دي الخدامة، فبيقول لها ان الملك امر ان اي بنت مهما كانت لازم تقيس الحذاء، فسندريلا بتنزل مع الظابط وبتمشي لحد ما بتوصل للغرفة اللي فيها الملك، فالملك بيفرح لما بيشوفها وبيسألها عن اسمها، فبتقوله ان اسمها سندريلا وان هي بنت بسيطة ريفية، وبتقوله ان هي هتقيس الحذاء ولكن بشرط ان هو يقبلها زي ما هي، فبيوافق الملك وبيقول لها ان هو ما عندوش مشكلة، وفعلا سندريلا بتقيس الحذاء وبيطلع مظبوط عليها، وفي الوقت ده انستازيا ودريزيلا بيحترموها لاول مرة، وبياخدها الامير وبيكون خارج، فسندريلا بتبص على مسلادي بشفقة وبتقول لها ان هي سامحتها، وفعلا الملك كيت وسندريلا بيتجوزوا وبيعيشوا في سعادة، اما مسلادي وبناتها والدوق بيتنفوا برا المدينة بالكامل، وبيخلص الفيلم.
ما تنساش تقول لنا رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وممكن تقترح علينا أفلام ومسلسلات نلخصها في التعليقات، وما تنساش تعمل فولو للقناة وصفحة عبد عاطف علشان تتابع الملخصات الكوميدية، ويلا سلام.